لا 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 هترجع تاني بقى. واحنا دلوقتي بنفكر نجيب الولد الامريكاني اللي مشي. احنا شايلين من امبارح اللعيبه اللي تم اعارتها. وصل لكلام حضرتك العقودها باطله. هل هيتم عقودهم في يناير اللي جاي؟ بالاول بالود وبالادب والاحترام وبعدين بالقانون. يعني بس الاول نبدا مع وسائل الايه بالود. اي حد عنده سؤال يا جماعه؟ بالنسبه لكهرباء في شيكابالا متى هيشارك في مباريات؟ ولو ان شاء الله بنسعى حكم اللي حصل عليه ان شاء الله بنسعى رفع الايقاف عن شيكابالا قريب جدا. واتكلمنا فيه كمان يعني ان شاء الله. كلمه لجمهور الزمالك يا ريس اللي في الشارع، الناس عاوزه تطمن على الفريق واستقرار الفريق الفتره القادمه. انا عندي اعظم في الخبر. بص يا فين الناس فعلا الجمهور بقول لك ايه مستهبل. بص بص انا لما الاخ حسين لبيب طلع في الاول وقال لك احنا بنشكر مرتضى وهو صاحب البطولات دي سله، انا كان عندي عربيه فيها بنزين. ايه البنزين؟ البنزين يوصلك لنادي اسكندريه. ايه هو البنزين؟ لعيبه واجهزه. مظبوط. انت بقى خرمت الترومبه بتاع البنزين فقعدت تسقط البنزين لغايه ما وصلت فين؟ طنطا. ابتديت تزق فاتغلبت خمسه والسله وقعت. هو ده البنزين خلص تمام. احنا بنحط بنزين جديد اللي هو يبقى عندي احسن لعيبه الروح والرجوله والانضباط. ما عنديش معلمين في الفريق خلاص. ما عنديش اللي سمعته بيحصل في الفنادق في المعسكرات. قصه انتهت. واحنا لما جبنا رجعنا امير ده مجلس ضرب الاجماع وانتوا كنتوا عايزين امير. امير ضابط شرطه ومنضبط تمام. وامير تصحيحاته كلها امبارح راجل عادي واضح قال لهم لا احنا كذا بنفكر بندرس. ما قالش بقى ايه وابن شرقي رجع زي ما الاخوه اللي بيروجوا الاخبار دلوقتي. فانا بقول لكم بالنسبه لشيكابالا انا حصل اتصال ربنا يوفق ان شاء الله وتتلغى عقوبته باذن الله من الاتحاد ان شاء الله باذن الله. الموقف المالي للفريق في الفتره اللي جايه احنا بندعم الفريق وفي ناس تحط في ايديها تراب تطلع الماس وناس تحط فيها الماس تطلع زباله. واحنا جربنا ده وجربنا ده. وانا من سلامه النادي كان في 600 جنيه. ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا ان شاء الله هنعرف نجيب فلوس ان شاء الله. يلا عشان هنختم دلوقتي. حسام اشرف يا اشرف قبل ما يجي ويمضي قال ان هو بلغ استاذ امين. طيب هو حضرتك ما سمعتش ايمن عبد العزيز رئيس القطاع قال لك انه عيل كذاب؟ ولا انت عايز تروق؟ انت حضرتك منين؟ لا قول لي منين انت؟ اه عشان كده.